يقول السؤال، وهذا السؤال أتي من منطقة أخرى لا يلزم أنه في مدرستنا، ما حكم الطالبات اللائي يأتين للتعلم وهن متزينات مكياج وحامورة وغير ذلك والعطر والزبات؟ نريد منكم إجابة صوتية. مدرسة أو غرفة نوم؟ الله المستعان. المهم بارك الله فيكم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فالأمر خطير، هذا لا يجوز، وعلى المرأة إذا خرجت من بيتها أن تخرج تافلة غير متزينة، خروج عادي، غاية ما في الأمر خاصة طالبات العلم أن تكون متوضئة لتمسك بالمصحف وهي على وضوء، وتقرأ القرآن وهي على وضوء. طالبات العلم قدوة في الأخلاق وقدوة في الصفات الحسنة وقدوة في العقل والرزانة وقدوة في الشرف والأدب والحفاظ على السمعة. من هذا الذي من ستقابل؟ ما لها دخل في النساء أن تتزين لهن زينة الزوج؟ لا، ما تتزين، تحضر تطلب العلم، تحضر تطلب العلم. هذه مدرسة لتعلم العلم، ما هو مقارنة أن يكون أجمل؟ ما هو هذا المقصود؟ المقصود أن تحفظ القرآن وتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طالبات العلم أرفع من هذا المستوى الدني، هذا المستوى الذي يدل على ضعف إيمان ونقص في الأخلاق ونقص في العقل. نحن نريد بناتنا وأخواتنا أن يكن أعلى من هذا الأسلوب المشين. نعم، طالبة العلم إذا رأتها غير طالبة العلم اقتدت بها ورأت منها الصفات الحسنة والصفات الجيدة، وأنها امرأة عاقلة رزينة تحافظ على دينها وأخلاقها. أما إذا رأت منها هذه الصفات ستستنكر، لأن هذا أسلوب يستنكره حتى عاميات النساء اللائي لسنا طالبات علم. نعم، فكما ذكرت لكم السؤال ليس من مدرستنا، ولا يمنع أن يكون موجودا، لا أدري، لكن ننبه كل الطالبات أن يحذرن من هذا الأمر جدا. نعم، تحذر من هذا وتأتي إلى المدرسة بلباس طالبة العلم التفل الذي ليس فيه زينة ولا نقوش، ولا أنها تكون بهذه الصفات قد فعلت الزباد والحمر والعطر والمكياج. لا، طالبة العلم تكون قدوة في نفسها، عاقلة مهذبة تاركة لهذه التصرفات السيئة، وهذه التصرفات لا تصدر من فتاة عاقلة ولا من امرأة عاقلة. نعم، تصرفات طائشة وخاطئة، نسأل الله الهداية. فنصيحتنا لهن ألا يتكرر مثل هذا وألا يفعلن هذا، وكل واحدة تنصح الأخرى وتعظ الأخرى، والله المستعان. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.